دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. أرجع بقى على الفيروس المخلوي، مش اسمه كده، وأدوار البرد والأنفلونزا والجهاز التنفسي اليومين دول، وزي ما كنت بقول لحضرتك، وأشهر حاجة عند الأسرة المصرية، انزل الصيدلية هات المضاد الحيوي. إيه الفيروس ده؟ طيب، في سنة 1956 اكتشف العالم أنه هناك فيروس يصيب الجهاز التنفسي في الإنسان وينتقل عن طريق الرذاذ، اسمه RCV أو Respiratory Syncytial أو Syncytial Virus، ترجمته بالعربي البسيط الفيروس المخلوي التنفسي. يعني إيه مخلوي؟ ودي يمكن أول مرة أقولها. هو بيعمل لما بيصيب الخلايا التنفسية بيجمعها مع بعض، فبدل ما كانت الخلية بتشتغل وتتعامل مع الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، بيجمع كل الخلايا كده في كتلة واحدة، فبتفقد قدرتها على أداء وظيفتها التنفسية. عشان كده لو فكينا المخلوي، هو فيروس الخلايا التنفسية المندمجة. فهمت، أول مرة أعرف معنى كلمة المخلوي الحقيقة، ودي أول مرة تتقال بشكل في الميديا. يعني حلو جدا. هو بيدمج الخلايا التنفسية اللي المفروض كل خلية بتقوم بوظيفتها إلى كتلة لا تقوم بعملها، وبينتج عنه بقى الالتهابات والإفرازات اللي بتعمل ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التنفس والرشح والإعياء والصداع. طيب، هو 1956 بيجي في الموسم بتاع الفيروسات التنفسية اللي احنا لسه بنتكلم عليه، الخريف وبدايات الشتاء، ينتشر. آخر انتشار كان عندنا ليه في سنة 2019. يعني كان عندنا قبل كده؟ بيجي كل سنة، وهيبقى عندنا يعني بعد كده خالص من 1956. اوكي. 2019 كان عندنا تقريبا، احنا النهاردة بنقول ان نسبة انتشاره، دي مسألة بس عشان احب اكد عليها، مش نسبة انتشاره وسط المصريين، لان ده اتقال ان احنا عندنا 73% من المصريين عندهم، لا، هو مش 73% من المصريين، 73% من اللي عندهم اعراض تنفسية، يعني اللي عنده اعراض تنفسية رشح وكذا، من كل 100 في 73، بعد ما وسعنا الدراسة بقت تقريبا في حدود 70%، عندهم الأعراض دي سببها الفيروس المخلوي أو فيروس الخلايا التنفسية المندمجة أو الـ RCV. في سنة 2019، احنا السنة دي بنتكلم في 69-70%، في سنة 2019 كان نسبة انتشاره من 65 إلى تقريبا 68%، تقريبا احنا بنتكلم في فرق 5%، فده كان موجود. ولو احنا رجعنا للجرايد والميديا في 2019، كنت برضو هتلاقي نفس الكلام، الانفلونزا الشديدة، الانفلونزا المختلفة، الانفلونزا اللي جاية مش عارف منين، لكن هو ده اسمه، هو اللي بيجي كل سنة، مفيش أي تغيير. RCV هو بيصيب الأطفال بشكل أكثر لأنه أعراضه بتظهر في الأطفال بشكل أكبر. بيصيب الكبار لكن في أغلب الأحيان بيبقاش فيه أعراض، ولما بيبقى فيه أعراض، من كل 100 عندهم الأعراض 98 بيخفوا، إما بدون علاج أو بمخفضات الحرارة والأدوية اللي بتقلل من الأعراض. في 1-2% بيحتاجوا يخشوا مستشفيات. اللي بيخشوا مستشفيات دولت 70% تقريبا منهم بيحتاجوا مجرد supportive اكسجين وعلاج للحساسية، وجزء منهم بيحتاج بقى انه ياخد جلسات نيبولايزر عشان مسألة التنفس. طيب، هل هو مقلق؟ لا. هل هو جديد؟ لا. هل هو خطير؟ الحقيقة خطره اقل من الانفلونزا، هو اعراضه اشد لكن خطره المرضي اقل. في الولايات المتحدة الأمريكية كل سنة في تقريبا 2.1 مليون تردد على العيادات والمستشفيات عند الأطفال بسبب الـ RCV ده كل سنة. كل سنة في، على الرقم اللي عندهم، احنا بنتكلم في رقم
300 وشوية مليون، فيما يقرب من 50 ل 60 ألف بيتحجزوا في المستشفيات سنويا من الأطفال بسبب وده. فهذا هو الواقع. طيب